مشاهدينا دلوقتي تعالوا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في بطوله كاس العالم للانديه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتطلق وزارة الأوقاف لقاء الجمعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بالقاهرة، وهيبدأ الساعة 10 الصبح بمقرأة سورة الكهف، وبعد صلاة الجمعة تنعقد مقرأة الجمهور وتقام فقرة ابتهالية، ويعقد أيضاً البرنامج التثقيفي للطفل، وهيشارك في لقاء الجمعة بالحضور عدد من المتسابقين والمحكمين وضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم. النهاردة لعشاء الكرة العالمية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار بطولة كأس العالم للأندية. هتجمع المباراة الأولى الأهلي المصري مع أوراوا الياباني الساعة 4:30 للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي تمام الساعة 8 مساء مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع فلومينانسي البرازيلي للمنافسة على لقب البطولة. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة مهمة في الجولة 18 من عمر المسابقة، هيلتقي أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد الساعة 10 بالليل.